مواجهة ودية كبيرة تجمع بين المنتخب المصري ونظيره الجزائري في واحدة من أهم الدربيات العربية. بعد ساعات يلتقي منتخبنا المصري مع نظيره الجزائري وديا في الإمارات في ختام استعدادات المنتخبين لمباريات تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية. نجوم كبيرة وتاريخية في المنتخبين يخلونا نتوقع نشوف احتفالية عربية رائعة في كرة القدم. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في اننا نقدر نطلع بأكبر استفادة ممكنة من المباراة إن شاء الله. يا أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من رقم 10. بكرة إن شاء الله وبعد ساعات يعني مواجهة كبيرة تجمع منتخبنا الوطني بالمنتخب الجزائري، مواجهة ودية مهمة جدا في إطار تصفيات أو في إطار استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية. هنتكلم عن المباراة وتفاصيل كثيرة فيها والتشكيل المتوقع لمنتخبنا الوطني، ولكن عايز أبدأ النهاردة بحاجة الكل تقريبا يتكلم فيها، كل واحد قال رأيه في هذا الأمر، وتقريبا كل الأراء سليمة. يعني عادة في مواضيع كده لما بيتقال فيها أراء كثيرة بتلاقي رأي ورأي آخر ورأي مختلف ورأي متنرفز ورأي مبسوط ورأي أراء، بس غالبا الأراء اللي اتقالت في هذا الموضوع اللي هتكلم عنه دلوقتي هي معظمها أو أغلبها أو كلها صح. تمام، الرأي يخص أو الموضوع يخص محمد صلاح. الأول أقول لك خبر. محمد صلاح منذ لحظات بحسب مصادر قرر أنه يتبرع للهلال الأحمر المصري في إطار المساعدات اللي إن شاء الله هتروح لأهالينا في غزة. تاني الخبر أن محمد صلاح قرر التبرع ليه الهلال الأحمر المصري في المساعدات اللي إن شاء الله تروح في أقرب وقت ممكن لأهلنا في غزة. ده الخبر وده الموقف اللي الناس كانت مستنياه من محمد صلاح، واللي كان مستني حاجة من محمد صلاح سواء قال له كده بمنطق إنه ما حط إيدك معانا صلاح، قول حاجة يا صلاح عشان بنحبك، انت فخر العرب، انت الاسم الكبير، انت الاسم العظيم، انت الاسم الاسطوري. اللي بيقول كده بيقول كده عشان بيحب صلاح قوي، ويعني لو عاتب فهو عتاب المحب، مفهومة عادي، كل ده بالنسبة لي عادي. انا بس واقف عند حاجات بسيطة جدا هقولها مع حضرتك. الاول انا مقتنع 100% زيك انه لو صلاح كان كتب حاجه وقال حاجه او كانت هتبقى حاجه عظيمه وعبقريه. تمام، خلاص حط دي على جنب عشان اللي جاي دوت مش اختلاف على اللي انت بتفكر فيه. ولكن صلاح من حقه الكامل، من حقه الكامل يختار طريقه الدعم، توقيت الدعم. هي بس اللي ممكن تقع مننا شويه ان احنا صلاح اكتب حاجه دلوقتي، صلاح انت ما كتبتش حاجه امبارح ليه؟ صلاح انت بعد ساعه تكتب ايه؟ صلاح انت بعد ساعه تنزل الصوره عامله ازاي؟ احنا اللي بنختار الطريقه والتوقيت. هو حر في دي على الاقل، يعني مش هقول لك ان هو حر اصلا ياخد قراره ولا لا انه يدعم او ما يدعمش، وان كان طبعا كلنا عندنا الحريه في اي حاجه عايزين نعملها،
بس عشان هو صلاح فاحنا ايه متعشمين فيه زياده. اختار هو التوقيت واختار هو الطريقه. قرر انه يتبرع، يعني يبقى فعال عمليا انه يتبرع لاهالينا في غزه. حد يقول لك لا يا كريم ما هو مش كفايه، صلاح مؤثر، صلاح مؤثر، يعني صلاح لما يقول اللي بيحصل في غزه ده حرام وظلم وقتل يبقى كلامه يروح للعالم كله. عندك حق 100% طبعا مؤثر. طبعا صلاح لما بيتنفس العالم كله بيسمع ويشوف هو بيقول ايه وبيعمل ايه، صح. بس برضه صلاح تأثيره الغير مباشر، تأثيره الغير مباشر بالنسبة لنا كمصريين، بالنسبة لنا كعرب، كان تأثير كبير جدا في أوروبا وفي العالم خلال السنوات الماضية. العالم ينظر للعرب من محمد صلاح، بعض الناس في العالم اللي هم الناس اللي بتابع كرة بس ملهاش علاقة في السياسة والكلام ده كله، الناس في العالم وفي أوروبا بيبصوا لمحمد صلاح ويروا في محمد صلاح صورة المصريين والعرب، وهو كان خير مثال لهذه الصورة العظيمة، وخلانا نظهر دايما قدام العالم بصورة كبيرة. أنا بكلمك على المستوى العرقي والديني، الناس في أوروبا وفي العالم بينظروا لينا بمنظور رائع جدا، جزء من ده يتحمله أو يعني اللي ساعدنا فيه كان محمد صلاح بطريقة غير مباشرة. هتقولي عشان كان بيجيب جوال في الدوري الإنجليزي، لأ، عشان الراجل ده كان له مواقف إنسانية وله مواقف خيرية وله مواقف عديدة جدا في أوروبا خلت الناس تشوف صورة العرب في محمد صلاح صورة عظيمة جدا في وقت كان الكل في أوروبا بيحاول يشوهها. فلو أنت زعلان من محمد صلاح دلوقتي حقك، بس اوعى ابدا تنسى انه صلاح عمل كتير قوي، والحكايه مش تويته ولا بوست، الحكايه تاثير وتاثير يومي يومي محمد صلاح عمله خلال السنوات الماضيه. فاعتب على صلاح ماشي، ازعل منه حبتين شغال، بتحبه يعني، انت بتحب محمد صلاح انت اكيد مش هتكرهه ماشي، بس ما تقولش ان محمد صلاح ما عملش حاجه لمصر، ما تقولش محمد صلاح ما عملش حاجة للعرب، ما تقولش محمد صلاح ما فاتش غير نفسه. ده كلام في أفوارة زعل، في أفوارة زعل، عشان فعلا صلاح عمل كتير. ما ينفعش أبدا موقف صعب كلنا بنعدي عليه في الوقت الحالي يخلينا بسرعة نزعل ونكره ونتضايق ونتخنق من بعض. لا، اللي يقدر يعمل حاجة في الوقت ده يتفضل يعملها، واللي ما يقدرش مش قادر لأي سبب، أنا معرفش إيه أسبابه، بس لو أنت مش قادر لأي سبب سيب اللي مش قادر، هو حر برضه، ما تعرفش ظروفه، ما تعرفش بيفكر إزاي، ما تعرفش طريقته، ما تعرفش أي حاجة. بس أبدا صلاح عمره ما أثر معانا حتى لو بشكل غير مباشر. شوف هو عمل حاجات بشكل مباشر، بس بقولك حتى لو بشكل غير مباشر صلاح فادنا كمصر وفادنا كعرب بشكل كبير جدا طوال السنوات الماضية. واليوم هذا الخبر، خبر زي بيقولوا كده ايه، اسلك صدور الكثيرين، انه صلاح يتبرع للهلال الاحمر المعونات اللي هتروح ان شاء الله على غزه. صلاح هيفضل فخر العرب من وجهه نظري، او على الاقل بالنسبه لي، على الاقل بالنسبه لي. ده فيما يخص محمد صلاح. بالمناسبه معلش حاجه على الهامش كده، انتوا متعودين مني، انا راجل بتاع، دايما اقول كده والله، انا راجل بتاع كوره، انا راجل بتاع رياضه، ما بروحش في اي مناطق تانية عشان ده اللي بعرف اشتغله يعني. سمعت ان انا في موقف قومي ووطني كبير جدا، فعايز اقول بس كلمتين بصوت جدا. انا حقيقي والله العظيم فخور وفرحان جدا ببلدي مصر، فخور وفرحان بالقياده السياسيه في مصر، فخور وفرحان برئيس بلدي الرئيس عبد الفتاح السيسي. اللي بيحصل دلوقتي حاجة تخلي رقبتك انت في السماء، فرحان كده وبتقول انا مصري، خد بالك انا مصر. فاللي بيحصل اليومين تلاتة اللي فاتوا دول
بدون تفاصيل المؤهلين في الحديث السياسي وما يحدث على الأرض الآن يتحدثوا تفصيلا، بس أنا بقول كمصري كمواطن مصري فرحان باللي بيحصل، فخور يعني، فرحان بالموقف السياسي، طبعا حزين وزعلان ومقهور من اللي بيحصل في غزة. إن شاء الله إن شاء الله نصر الله عظيم بإذن الله، وربنا هيكرمهم وينتقم لهم بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله في أقرب وقت ممكن بإذن الله. نرجع تاني لمباراة منتخبنا الوطني والمنتخب الجزائري غدا إن شاء الله، مواجهة ودية فيتوريا مهتم بيها جدا بما إنها آخر مواجهة قبل تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية. الراجل في المران الأخير فرض سرية تامة على المران، لا إعلاميين لا صحفيين لا جماهير، وحط التقسيمة النهائية بتاعته لهذه المواجهة. ولكن احنا حاولنا ندعبس كده ونشوف التشكيلة اللي هتكون أقرب لهذه المواجهة، تشكيلة مصر لهذه المواجهة. هيكون في حراسة المرمى، تعال نشوف تشكيلة، تشكيلة فيها بعض التغييرات عن المباراة الماضية مباراة زامبيا. محمد الشناوي في حراسة المرمى، خط الدفاع أحمد فتوح، محمد عبد المنعم وعلي جبر وعمر كمال عبد الواحد، في وسط الملعب طارق حامد ومحمود حمادة وأحمد سيد زيزو، وعلى الشمال عمر مرموش وعلى اليمين محمد صلاح، وقدام في الهجوم مصطفى محمد. دي التشكيلة الأقرب لمنتخبنا الوطني لمواجهة الجزائر. طيب تعالوا نشوف روي فيتوريا قال ايه في المؤتمر الصحفي قبل هذه المباراة ونرجع نكمل كلامنا. Porque de facto nós temos ao longo destes jogos e deste ano de trabalho tendo vindo a conquistar mais jogadores que de facto dão essa resposta de termos mais gente para cada posição. لأن احنا أكيد العمل يعني كان مدار السنة كلها إن احنا كنا بنحاول إن احنا نجيب لاعبين ونشوف لاعبين إن يكون اللي هم على مستوى جيد ويدي إجابة طيبة جدا سواء في أي مركز احنا بنبحث عنه. Nossa seleção tem algo que é curioso e muito importante que é jogadores que jogam mais do que uma posição. ومنتخب مصر يمكن في حاجة برضه مميزة إن في عندنا لاعبين بتلعب في أكثر من مركز. Como todos sabem, no CAN, no AFCON, existe Os jogos são 3 em 3 dias, há um espaço diferente. وزي ما انت عارف طبعا اكيد في امم افريقيا هتبقى المباريات كل 3 ايام وهيكون في ضغط قوي من المباريات. Normalmente as equipas têm sempre, não diria muitas, mas têm várias lesões ao longo da competição. وطبيعي ان اثناء المنافسه بيحصل طبعا اصابات وبيحصل حاجات انت مش متوقعها. E uma equipa que só tenha 11, 12 jogadores em quem possa de facto confiar não tem muito futuro. فأكيد الفريق اللي بيعتمد بس على 11 عنصر هم الحاضرين والباقي مش بنفس الأداء ده بيبقى مش فريق للمستقبل. vamos escolher os jogadores que têm níveis de qualidade muito idênticos. É a minha previsão. وكمان يعني رؤيتي ان انا بختار اللاعبين اللي هي يكون كلها على مستوى متقارب، يعني يكون الاختلاف على المستوى مش كبير. Para mim não há problema nenhum. Fico muito feliz por ter mais do que uma opção. E é uma vantagem muito grande. Não tenho qualquer problema, é preferível assim. ودي تعتبر ميزة بالنسبة لي وليس أي أسلوب من الضغط، إن كون إن يبقى متوفر قدامي عناصر كويسة وعناصر جاهزة وفي أكثر من مركز أو في نفس المركز كمان. E uma coisa só para acrescentar, uma coisa que tem sido muito importante é os jogadores que entram com um espírito muito positivo, acrescentam no jogo, a qualidade mantém-se ou aumenta. يعني من أكثر الحاجات المهمة جدا واللي بتسعد المدرب إن وقت ما يعمل تغيير واللاعب اللي يخش من على الدكة يكون بنفس المستوى أو بشكل برضه مختلف، ساعات يكون داخل على رتم مرتفع وبيرفع الرتم زيادة أو بيزود حاجة في المباراة، فدي بالنسبة لي بتبقى حاجة رائعة، حاجة يعني تعتبر من المزايا اللي بيقابلها أي مدرب. العقلية طبعا أحسن حاجة إن الواحد على طول يفضل يتعلم وما يبطلش يتعلم حتى لو وصل لأبعد مرحلة، عشان هي دي سنة الحياة إن الواحد على طول كل ما هو عايز يوصل لأبعد حتة لازم على طول يتعلم، حتى ما فيش حد مش محتاج يتعلم. طبعا مع منتخب مصر أنا نفسي أعمل أحسن حاجة مع منتخب مصر، أنا بلبس تيشيرت منتخب مصر بحارب 300%
اللي احنا اعمل حاجة لبلدي واعمل حاجة مع المنتخب وحاجة في الكارير بتاعي، وان شاء الله نحاول نبسط المصريين ونفرحهم ونحاول نوصل لأبعد نقطة مع المنتخب في تصفيات كاس، نوصل كاس عالم وبطولة افريقيا ان شاء الله نحارب عليها وناخدها. بس فان شاء الله يعني ربنا يوفقنا في اللي جاي، ومحتاجين كل المصريين ورانا وكل الدعم منهم، وعلى طول عايزينهم في ظهرنا عشان احنا كلنا كمصريين ولعيبة ومنتخب وجماهير كلنا نبقى واحد. محتاجين لعيبة محتاجة الدعم الجماهيري، داخلين في مرحلة محتاجينهم، واحنا ان شاء الله ان شاء الله نكون على قد المسؤولية ونحاول نبسطهم وهنعمل احسن حاجة عندنا عشان نجيب حاجة حلوة لبلدنا وحاجة كويسة لبلدنا ونفرح الشعب. بس انا كل تركيز دلوقتي، انا بحب افصل، بكون مع النادي حاجة ومع المنتخب طبعا حاجة، الواحد هنا مع منتخب مصر، ف واحد بيفكر ان هو يوصل في اعلى نقطة مع المنتخب. الكارير اللي هو الشخصي بالنسبة لي مع النادي وكده، طبعا الواحد نفسه يوصل في اعلى خطوة. بس دلوقتي احنا في معسكر في منتخب مصر، عندنا ماتش مهم جدا بكرة، بنركز جدا ان احنا نوصل لاعلى نقطة، فان شاء الله يعني ربنا يكرمنا على المنتخب ونوصل في اعلى نقطة في كل حاجة. طبعا فريق الجزائر فرقة كبيرة وفرقة محترمة وعندها عناصر طبعا كلها بتلعب في اوروبا، وعناصر لعيبة من احسن عناصر في العالم، فريق كبير بنحترمه جدا. طبعا الذكريات اخر ماتش طبعا على طول بنكسب كل الحمد لله. ان شاء الله نعمل مباراة جيدة بكرة، واهم حاجة نطلع بماتش كويس، وطبعا زي ما انت قلت كلاسيكو العرب، ف حاجة كويسة ان احنا نلعب ضد الجزائر فرقة كبيرة، تجربة احتكاك قوي قبل التصفيات. كلام مهم جدا سواء من روي فيتوريا او من مصطفى محمد قبل هذه المواجهة. جمال بالماضي كمان المدير الفني للمنتخب الجزائري له تصريحات مهمة قبل هذه المواجهة، ومعه رياض محرز ايضا النجم الكبير للمنتخب الجزائري. نشوف ونرجع نكمل كلامنا. دونك quand on leur met un peu cette pression là, ils savent se hisser au niveau. Donc on s'attend à un gros match demain. نعم، سنقوم بمباراة كبيرة، ستكون مواجهة قوية مع المنتخب المصري. أود أن أذكر شيئا، أنه دائما كنت أسعى لمواجهة المنتخب المصري. نحن كمنتخب الجزائر خضنا عدة مباريات مع التوب 10 في أفريقيا، لكن المنتخب المصري كنا نرحب دائما بمواجهته لأنه منتخب عتيد، منتخب قوي، حتى إن مر بفترات فراغ لكن يبقى دائما المنتخب القوي، المنتخب الأكثر حصول على الألقاب. حتى في المباريات الأخيرة، يعني في مباراة ودية مع تونس كان منقوصا من قادة للهزيمة، لكن يبقى منتخب قوي. تصفيات كأس العالم خرج في اللحظات الأخيرة يعني بركلات الترجيح، نفس الشيء في نهائي كأس أفريقيا للأمم، هو منتخب كبير. لذلك المواجهة ستكون قوية يوم غد أمام منتخب الجزائر. المنتخب المصري دائما نريد أن نلعب معه، لأن هذه المواجهات خلينا يعني نقف على حقيقة إمكانياتنا. فوالا سي سان ماتش اميكال مي سان ماتش aussi pour de préparation pour la Coupe d'Afrique qui est un objectif à court terme. فترة التحضيرات كانت تحضيرات كالعادة، قمنا بمعسكر وجهزنا هذه المباراة، يعني مباراة مهمة، وخاصة نحن نريد أن نكون في كامل جاهزيتنا لكأس أمم أفريقيا التي ستنطلق قريبا. كلام برضو حديث مهم جدا سواء من جمال بالماضي المدرب الكبير للمنتخب الجزائري، وأيضا النجم الكبير رياض محرز. يوم الجمعة القادمة إن شاء الله الأهلي لديه مواجهة كبيرة أمام فريق سيمبا التنزاني في مستهل مشوار مبارياته في البطولة المستحدثة، بطولة الدوري الأفريقي. لتعليق على هذه المواجهة أمام منافس له اسم في القارة الأفريقية هو نادي سيمبا، معايا عبر الهاتف الآن الأستاذ عيسى مسعود عضو مجلس إدارة نادي سيمبا التنزاني عبر زوم. يا فندم مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10.
شكرا شكرا جزيلا على استضافتي. انا مسرور كثيرا لوجودي على التلفزيون المصري. بداية، كيف ترى هذه المواجهة التي تجمع نادي سيمبا بالنادي الأهلي يوم الجمعة القادمة في مستهل مشوار مباريات الفريقين في الدوري الأفريقي؟ دائما ما كانت مباراة الأهلي وسيمبا مباراة مثيرة ومباراة حماسية، وكذلك الحال في تنزانيا. نحن دوما ننتظر هذه المباراة على أحر من الجمر. هذه مباراة مهمة لنا حينما تواجه فريق كبير كالأهلي، فهذا حدث كبير لجماهيرنا. نحن متشوقون كثيرا لنرى هذه المباراة ونستمتع بها. مواجهة دايما مع النادي الأهلي في البطولات الأفريقية بتبقى مواجهات كبيرة جدا مع نادي سيمبا. هل سيمبا الآن هو فريق جاهز لمواجهة النادي الأهلي بطل القارة الأفريقية؟ هل لديه التشكيلة الكاملة لهذه المواجهة، ولا هناك غيابات في الفريق في الوقت الحالي؟ بالطبع لقد استعدادنا جيدا. الفريق الآن مستعد جيدا لمباراة الأهلي، ولكن يجب أن نقول أن الأهلي فريق قوي جدا، ولكننا تحدثنا مع لاعبينا، تحدثنا مع جهازنا الفني أن يؤدوا أفضل ما لديهم وأن يظهروا لنا قدراتهم جيدا وأن يؤدوا مباراة جيدة. أعرف أنها مباراة صعبة، وخصوصا مباراة العودة في القاهرة، أو مباراة القاهرة ستكون قوية، فبالتالي إذا حققنا نتيجة طيبة في لقاء الذهاب فسيكون هذا أفضل لنا. لديكم الآن لاعبكم ميكيسوني، لاعب الأهلي السابق في تشكيلة الفريق. هل ميكيسوني هيبقى من اللعيبة اللي موجودة في هذه المواجهة؟ هل تحدث مع الجهاز الفني حول نقاط قوة النادي الأهلي ونقاط ضعفه الفترة الماضية؟ نعم، لدينا ميكيسوني، هو لاعب سابق للنادي الأهلي، وبالتالي هو الآن جاهز للمواجهة بشكل كبير. نعم، هو شارك معنا على فترات منذ رحيله عن الأهلي، وشارك أيضا مع منتخب بلادي في موزمبيق. هو لم يلعب لحوالي لأربعة أشهر، ولكن الآن أعتقد أنه سيكون جاهزا للمباراة وسيؤدي بشكل جيد. أنا متأكد أن المباراة ضد الأهلي ستكون مناسبة وسيكون اللاعب متاح، وأستطيع أنه سيحدث فارقا في هذه المباراة. يحدث فارقا على المستوى الأداء ولا على مستوى التسجيل؟ تتوقع أن ميكيسوني يسجل في النادي الأهلي في هذه المواجهة؟ كلاهما. أستطيع أن أقول أن ميكيسوني هو لاعب رائع، لاعب سريع، وهو لاعب ذكي أيضا. هو يستطيع أن يقوم بالعملين. أستطيع أن أقول أنه سيؤدي بشكل جيد ويمكنه أن يحرز الأهداف. وميكيسوني اعتاد دوما على إحراز الأهداف وصناعة الأهداف مع سيمبا في السابق، فأعتقد أنه يستطيع أن يقوم بالاثنين، يستطيع أن يؤدي بشكل جيد ويحرز. في رأيك ليه ميكيسوني لم ينجح مع النادي الأهلي زي ما نجح مع نادي سيمبا؟ لم ينجح مع الأهلي ونجح مع سيمبا. Yes. I don't know much what's happening. في فترة
في فترة وجودي في الأهلي هو لم يؤدي في أفضل مستوياته كما حدث مع سيمبا، ولكن أحيانا تعرف أن اللاعب إن لم يتأقلم مع البيئة والثقافة المحيطة به فربما يجد بعض الصعوبات في التأقلم في المكان الجديد وأن يوائم الأجواء حوله وأسلوب اللعب وطبيعة اللاعبين حوله وعقلية اللاعبين وأن يتشارك معهم نفس الثقافة، فبالتالي هذا يحدث أحيانا، لا يمكن لبعض اللاعبين أن يتأقلموا ويمكن لبعض اللاعبين ألا يتأقلموا، فبالتالي أعتقد أن ميكيسوني لم يتأقلم جيدا مع البيئة المحيطة حوله في النادي الأهلي والثقافة المصرية. طيب السؤال الجاي يخص نادي سيمبا. عادة لما بتلعبوا مع النادي الأهلي في البطولات الأفريقية الأخرى تختاروا موعد للمباراة، موعد مباراة الذهاب على ملعبكم في توقيت مبكر نهارا، هل توقيت المباراة اللي مش مبكر جدا نهارا يوم الجمعة القادمة هيؤثر على فريقك في هذه المواجهة ويفيد النادي الأهلي؟ لا، ليس هذا هو السبب في اختيار وقت النهار لمواجهة الأهلي في البطولات السابقة، وإنما كما تعرف أن في تنزانيا أن معظم الجماهير التنزانية يعتادون دوما على الذهاب إلى مباريات كرة القدم في المساء، فمعظم الجماهير لم يعتادوا على الذهاب بالليل، ولكن وقت الظهيرة أو وقت النهار هو الوقت المعتاد للجماهير التنزانية، فنحن نريد دوما أن يتواجد الكثير من جماهير سيمبا في الاستاد، فبالتالي أخذنا في الحسبان في المباراة السابقة في المباراة القادمة أن تكون يوم الجمعة حتى يتسنى للجميع التواجد في وقت المساء، وهذا سيكون جيدا لنا كذلك، حيث أننا نضمن أن الجماهير قد أنهت انشغالاتها وتكون جاهزة للتواجد في وقت الإجازة لهم. أعتقد أن الجماهير الآن جاهزة للتواجد أثناء فترة المساء في المباراة. متوقع حضور عدد كام من الجماهير في هذه المواجهة؟ سعة استادنا حوالي 58,000 متفرج، فبالتالي نحن قد بعنا بالفعل السعة الكاملة للاستاد، ونحن نخطط أن تكون السعة الكاملة قد بيعت بحلول يوم الأربعاء، فبالتالي المدير التنفيذي للنادي قد أعلن أن تقريبا أن كل المساحات المخصصة للجماهير جاهزة لاستيعاب، ولحين هذا التصريح كان قد بيعت 50% من التذاكر بالفعل، فبالتالي بحلول يوم الأربعاء ستكون السعة الكاملة قد بيعت، لأن هذه المباراة مباراة كبيرة، الجماهير تأتي لمشاهدة الأهلي وليس سيمبا فقط، الجماهير متحمسة، الجماهير تود أن ترى فريق يلعب كرة جيدة، وأمام سيمبا ستكون مباراة رائعة بالفعل، فالجماهير تتحمس أن ترى هذه المباراة، فبحلول يوم الأربعاء أعتقد أن السعة الكاملة ستكون قد بيعت. أستاذ عيسى مسعود عضو مجلس إدارة نادي سيمبا التنزاني، بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار ما قبل مواجهة النادي الأهلي وسيمبا يوم الجمعة القادمة في مستهل مباريات الفريقين في بطولة الدوري الأفريقي، شكرا جزيلا. طيب جاي لكم بانفراد مهم قوي، عمال أفكر أقوله لكم دلوقتي ولا استنى أسيبه لبكرة، بس مش هسيبه لبكرة، لا خلينا نقوله دلوقتي على طول. عمر كمال عبد الواحد ممكن تعتبروه خلاص في النادي الأهلي وفي يناير، واحدة واحدة ركز معايا، حبيش أنا الكلام اللي هو بتاع انفرادات ومش عارف ايه وتكسير عظام والكلام ده كله، ببساطة شديدة احكي لك الحكاية وتعرف ليه عمر كمال عبد الواحد
أصبح على وشك الدخول جوه النادي الأهلي. هو خلاص هيبقى لاعب في النادي الأهلي، هيخش إمتى النادي الأهلي؟ ده اللي جاي. الأهلي أتم الاتفاق تماما في كل التفاصيل الإدارية والمالية مع عمر كمال عبد الواحد، تمام؟ والنادي الأهلي احتراما لنادي مودرن فيوتشر عايز ياخد عمر كمال عبد الواحد في شهر يناير القادم مقابل مبلغ مالي. الأهلي ممكن ياخد عمر كمال عبد الواحد نهاية الموسم ببلاش، بس هو احتراما لنادي مودرن فيوتشر اللي بتربطه علاقات جيدة مع إدارة النادي الأهلي، واحتراما لموقف اللاعب اللي رفض انه يتحرك او يمضي او يوقع او يتفق الا بموافقه ناديه اللي هو نادي مودرن فيوتشر. فالنادي الاهلي الان يجهز المقابل المالي لنادي مودرن فيوتشر عشان ياخد عمر كمال عبد الواحد في يناير مش في اخر السنه، ويصبح لاعبا رسميا في النادي الاهلي في شهر يناير القادم عمر كمال عبد الواحد للنادي الاهلي. تقول لي لا ده لسه في زمالك وفي بيراميدز وفي مصري، كل دول عايزين عمر كمال عبد الواحد، بس اللي انهى الامور النادي الاهلي بمباركه من مارسيل كولر اللي شايفه لاعب مهم وهيكون اضافه للنادي الاهلي الفتره القادمه. نحن نتحدث عن صفقه جديده للنادي الاهلي في شهر يناير هو عمر كمال عبد الواحد. ده خبر. في بعد شويه خبر تاني يخص لاعب هيروح النادي الاهلي، بس خليك معايا شويه عشان معايا مداخلة مهمة جدا عبر زوم مع البرتغالي برونو روماو من المدربين الأجانب اللي جم الدوري المصري بس ما عادوش كتير. هو كان مدير فني سابق لفريق فاركو وأنهى مشواره سريعا مع الفريق. يا فندم مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. جود نايت. مساء الخير. First of all, في البداية أود أن أقول مساء الخير لكل الجماهير المصرية الذين يشاهدوننا في البيوت، حيث أني استمتعت كثيرا بالتدريب في مصر، فأود أن أقول مساء الخير للجميع. تجربة قصيرة جدا مع نادي فاركو، توسمنا خيرا أن التجربة هتكون أكبر من كده. لماذا قصرت هذه المدة مدتك مع فريق فاركو؟ التجربة انتهت سريعا بالرغم من أن أنها كانت إيجابية جدا للجميع من مناطق عدة، من جانب التدريبي، من تطوير اللاعبين، ومع ذلك أن النتائج لم تكن كما توقعنا، ولكن كما تعرف أن المدير الفني هو من يتحمل المسؤولية في النهاية. بالطبع عليه مسؤولية، ولكن الجميع يحمله المسؤولية فقط، فبالتالي هذا الجانب من التدريب أنا أحترمه. أنا ممتن للجميع من عمل معي في فاركو، الجهاز الفني، النادي عملني بشكل جيد، دعموني جيدا، أنا تعاملت مع أناس جيدين جدا، النادي كان يعمل كعائلة، فبالتالي أنا أتمنى النجاح لنادي فاركو في المستقبل. ثلاث مباريات فقط مع الفريق، هل كانت مدة كافية أنك تقدر تعمل فيها كل شغلك أو تظهر كل شغلك اللي عملته خلال فترة الإعداد؟ أعتقد أن هذه الثلاث مباريات كان لديها تاريخ مختلف عن بعضها. لعبنا ثلاث مباريات، ولكن مباراتين منهم مع فريقين لديهم ميزانيات كبيرة. المباريات كانت متكافئة نوعا ما، كانت متوازنة. أول مباراتين كانت جيدتين، ولكن اتخاذ القرار لم يكن جيدا، وخصوصا أمام المصري، فلقطة ركلة الجزاء كانت لم تمر بشكل جيد، ولكن في المباراة الثالثة كان الأمر
كان واضحا جدا. نحن تطورنا، عانينا قليلا، ولكن كان لدينا لحظاتنا السعيدة، حاولنا بقدر الإمكان، ولكن هذا كان قرار الجهاز الإدارة النادي، والذي أحترمه بالفعل. الأداء تطور بشكل جيد في المباريات الثلاثة، ولكن هذا طبيعي. أن نرى النتيجة الطبيعية بعد 7 أو 10 مباريات، ولكن هذا ما حدث. في نفس الوقت أنا وعدت النادي بوعود، وحاولت أن أطور بالشكل الطبيعي، ولكن يوجد أندية كان لديها ميزانيات أكبر، ولكن هذا هو ما حدث. نحن حاولنا بالإمكانيات التي أتيحت لنا، ولكن لدي مستقبل أمامي الآن، فهذا هو الحال. مين من لاعبي فاركو شفت ان هم لعيبه مؤهله جدا انها تلعب في منتخب مصر او حتى تبقى موجوده خارج الدوري المصري، من اللعيبه اللي انت كنت معجب بيهم خلال هذه الفتره؟ اعتقد I prefer not to speak about individually about لا أود أن أتحدث بشكل منفرد عن اللاعبين أو عن كل لاعب بشكل منفرد. كل لاعب في فاركو لاعب موهوب، الأمر ليس جديدا. أن لاعبي فاركو يوجد الكثير منهم مؤهلين لمنتخب، يوجد لديهم لاعبين شباب ولاعبين ذوي خبرات، فبالتالي يوجد الكثير من اللاعبين لديهم الفرصة للوجود في المنتخب المصري، وليس فقط الأمر خاص بفاركو، ولكن كل الأندية المصرية إذا صبرت على اللاعبين الشباب فسيكون لديكم عدة للمستقبل بخصوص المنتخبات المصرية. أعتقد أن الأندية لديها الكثير ليقدموه، خصوصا فترة الانتقالات القادمة. فاركو الآن لديه العديد من اللاعبين الجيدين وخصوصا الشباب قادرين على صناعة الفارق مع المنتخب المصري، وقادرين على المشاركة في أكبر الأندية إذا أتيحت لهم الفرصة. طيب، بعيدا عن فاركو، لو سألتك أفضل لاعب لفت نظرك في الدوري المصري خلال الفترة القليلة اللي أنت قعدتها، وأفضل مدرب لفت نظرك خلال الفترة اللي أنت برضو قعدتها بعيد عن فريق فاركو؟ أعتقد أن أفضل لاعب من وجهة نظري أعتقد أنه أن كان لديكم الكثير من المواهب. أعتقد أن يوجد أكثر من لاعب أو اثنين أو ثلاثة، لأكون عادلا. لو أختار واحدا سأقول and that had a very stable and consistent performance. ولديه ثبات. سأقول أحمد سيد زيزو من الزمالك. ولكن يوجد مواهب أخرى. هذا مهم أيضا. وهذا سبب أن الدوري المصري مستمر في التطور ومستمر في مد المنتخب المصري باللاعبين، ولكن في نفس الوقت إذا أتيحت الفرصة للآخرين الذين ذكرت فبالتالي سنرى منافسة أكبر. أعتقد أن هذه ليست الإجابة التي تمنيتها، ولكن أتمنى أن أرى الكثير من المواهب إذا أتيحت لهم الفرصة فسنرى أكثر من اسم. ولكن الاستمرارية التي تحلى بها زيزو إذا تحلى بها العديد من اللاعبين فسنرى أكثر من اسم. ما قلتليش مين أكتر مدرب استمتعت بيه في الدوري المصري شفته بيعمل شغل كويس مع فريقه؟ سأتحدث عن مدرب فقط هو واجهته هنا في مصر، حيث استمتعت بأدائه، علي ماهر من المصري. أحببت طريقة قيادته للفريق وطريقة لعبه. هو يعطي إسهام كبير للدوري المصري من خلال أفكاره
ومن خلال أدائه مع اللاعبين خلال المباريات في وجهة نظري لا أود أن أكون ظالما لباقي المدربين حيث أن المدير الفني بالنادي الأهلي قد أدى أفضل أداء في الموسم الماضي أظهر كفاءة كبيرة مع فريقه ولكن على مستوى المدربين المصريين أود أن أقول علي ماهر. البرتغالي برونو روماو المدير الفني السابق لفريق فاركو أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار ما بعد رحيله عن الفريق. طيب قلتلكم هقول لكم على خبر تاني يخص النادي الأهلي. الأهلي بيشوف مدافع مارسيو كولر عايز مدافع جديد. أسامة جلال لاعب بيراميدز مدافع بيراميدز من المدافعين الكبار ومدافع دولي. أسامة جلال عقده ينتهي مع بيراميدز بنهاية الموسم الحالي وفي اتفاق بينه وبين بيراميدز على التجديد لمدة 3 مواسم قادمة. هذا الاتفاق لم يوقع رسميا حتى هذه اللحظة. يعني في اتفاق بين أسامة جلال وبيراميدز بس لم يتم هذا الاتفاق وما زال النادي الأهلي يتحدث وما زال النادي الأهلي مهتم بأسامة جلال وده خيار مارسيل كولر الأول في دفاع النادي الأهلي خاصة أن النادي الأهلي كإدارة ولجنة تخطيط وجهاز فني متوقعين أو حاطين خطة بديلة لو محمد عبد المنعم في كأس الأمم الأفريقية القادمة في شهر يناير جاله عرض مغري في أوروبا ممكن يخرج في أي لحظة في يناير وهو عنده أوريدي عروض مبدئية كده من أندية في أسبانيا وإيطاليا وبالتالي الأهلي عايز مدافع بيدور على مدافع قلت لكم امبارح ان محمد مغربي خيار للنادي الاهلي انه يستعيده من سموحه ولكن ده مش خيار اول بالنسبه لمارسيل كولر خيار اول بالنسبه لمارسيل كولر اسامه جلال مدافع فريق بيراميدز طيب بقاله كتير ما بيتكلمش وكان في شويه اسئله كتير نفسي اسالها له وعمالين ندور عليه بقالنا فتره طويله هو شخصيه هادئه جدا تشتغل تتعب تجتهد بس كان في حوارات كده كتير حوالين اسمه يعني وشغله رغم ان هو شخص بلا دوشه يعني ما بيعملش دوشه غير بشغله يعني معايا عبر الهاتف الان مداخله عزيزه جدا الكابتن الكبير كابتن تامر مصطفى المدير الفني لفريق انبي يا كابتن تامر مشرف ومنور يا كابتن كريم شرف كبير ليا يا كابتن كريم وانت عارف معزتك عندي قد ايه ومن الناس الجميله اللي الواحد يعتز بيها والناس الشاطره والجميله وانا سعيد جدا بالمداخله دي والله اشكرك يا كابتن تامر ده شرف كبير ليا وكنت وحشنا جدا بس فبنحاول نوصل يا حبيبي يعني. يا حبيبي والله العظيم الشرف ليا يا رب يخليك يا كابتن تامر حبيبي. الفتره اللي فاتت بدايه انبي في الدوري الممتاز مع عناصر بعض العناصر الشابه الجديده واسماء كويسة بس كان فيها بعض من سوء التوفيق ليه انبي واجه سوء التوفيق ده في بداية الموسم رغم نهاية عظيمة جدا نهاية الموسم الماضي طيب اولا خلينا نكون صراحة شوية في الكلام لان يعني. مهم جدا المداخلة دي ومهم جدا نوضح للناس بس فضل. عشان الناس بتقارننا دايما بالموسم اللي فات بالظبط وبدري قوي المقارنة وبدري قوي الحكم وبدري قوي الحسابات دلوقتي يا كابتن كريم انت عارف في فرق السنة اللي فاتت كانوا اول 6-7 اسابيع بدايه الدوري كانت هايله جدا وبعد كده في الاخر ما نزلوا كمان درجه ثانيه يعني فدايما البدايات عارف انت بتبني عليها حاجات كتير جدا صح لكن ده تقييم دايما بيبقى تقييم عايز اقول وهمي شويه يعني جوه الشغل يعني مستعجل تقييم مستعجل شويتين يعني لكن خلينا نتكلم في انبي خصنا يعني يلا انبي طبعا انت عارف ان احنا كان عندنا ازمه قيد وايقاف قيد ولعيبه كتير مشيت من عندنا ولعيبه كتير موجوده وكان عندنا شوية أماكن مهمة جدا كنا محتاجين ندعمها ما قدرناش ندعمها طبعا، لكن أيمن الشريعي بصراحة اجتهد وتعب جدا بس طبعا فتح لنا القيد أو القيد اتفتح مش عايز أقول فتح لنا لأن الموضوع كان خارج عن إرادته يعني، القيد اتفتح في آخر ساعة أو آخر ساعتين من الـ من الـ من من ويندو يعني لكن الحمد لله قدرنا نجيب زياد وقدرنا نجيب ولد أفريقي كده اسمه مامي إن شاء الله يبقى ليه مستقبل كويس يعني. حلو. دول اللي قدرنا نجيبهم لكن ما قدرناش طبعا نعوض او نجيب احتياجاتنا اللي احنا كنا عايزين ده رقم واحد ممتاز رقم اثنين في نقطه مهمه جدا ان عندي اصابات صعبه جدا جوه التيم منهم احمد امين اوفا كان متعور وهو الاسترايكر الوحيد البروفايل ده الوحيد اللي عندي جوه التيم بالشكل ده بالاسلوب ده ولعيب مؤثر جدا عندنا وما كانش جاهزاه كامله طبعا وكان متعور وما عملش فرق على فتره اعداد لكن الحمد لله بدا يرجع
تدريجيا يعني. زائد كمان ان العجوز كان موقوف اول ماتش، زائد ان برضه في 3-4 لعيبه ما كانوش داخلين الدوري بافضل حاله، لكن برضه دي نقطه يعني الحمد لله مع الوقت ان شاء الله نقدر نتغلب عليها يعني. رقم ثلاثة بقى الأهم بالنسبة لي كمان، إن أنت ساعات بيبقى الظروف غصب عنك شوية يعني. ماتش الداخلية يا كابتن كريم مستحيل مستحيل، لو الرايت عندك أو الحقوق عندك وتقدر تبص عليها مستحيل الماتش ده أخرج متعادل فيه مش خسران يعني، مستحيل يعني. ضيعنا 7-8 فرص صعبين جدا 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 إن هم يضيعوا يعني. صح صح. أنا كنت بتفرج على المباراة دي في المباشر وقلت مباراة مستحيلة صعبة جدا يعني. صعب جدا طبعا. يعني سبحان الله سوء توفيق غريب جدا طبعا. رقم اثنين بتلعب طلع الجيش فرقة كويسة جدا ومعاه مدير فني محترم جدا صح. وكانوا جايين مكسب البنك، بيطرد منك لعيب اول الشوط الثاني في الدقيقة 5 أو الدقيقة 6 من الشوط الثاني، فطبعا بتلعب لك تقريبا شوط كامل وانت منقوص يعني، رغم ان برضه كنت امين الاداء ما كانش احسن حاجة لكن برضه قدرت تخرج بنقطة. تعالى بقى للماتشين الاهم اللي هم بقى اللي الناس برضه عمالة تاخدك في حتت امبي مش امبي والكلام ده كله. احنا خرجنا من سيمي فاينل كاس مصر مع النادي الاهلي. طبعا في جاب كبير بينه وبين النادي الاهلي، وفي فرق كبير جدا في الامكانيات والقدرات والسكواد والجاهزيه طبعا. النادي الاهلي لعب ماتش 4 ماتشات قبل، واحنا لاعبين ماتشين بس عشان ماتشات افريقيا طبعا. فطبعا صعب جدا ان انت في التوقيت ده في الاصابات اللي عندك برضو اللي احنا بنين عليها كلامنا من الاول، فصعب جدا انك تقدر تجاري النادي الاهلي، لكن قدرنا الحمد لله لحد كبير نجاري النادي الاهلي. لكن طبعا النتيجه والسيمي فاينال كاس مصر، فطبعا الامور صعبه جدا جدا جدا، وكان مع ان كان عندنا طموح كبير ان احنا نقدر نوصل لبعيد، لكن برضه يعني ما قدرناش، ربنا سبحانه وتعالى ما وفقناش وان احنا نعمل حاجه كويسه في السيمي فاينال كاس. خلي بس الماتش ده على جنب كده عشان نرجع له تاني. ماشي. تعالى نروح بقى لماتش بيراميدز. ماتش بيراميدز طبعا اهلي في بيراميدز في الماتشين الاولين باحداثهم بالقصه اللي انا حكيتها لك. في ماتش بيراميدز طبعا بتلعب متهيألي من احسن الايام اللي موجوده جوه الدوري صح، احسن السكواد اللي موجود جوه الدوري المصري صح. تيم هايل جدا، رغم كده كنا تقريبا يعني كنا ند بصوره كبيره جدا فترات كبير جدا جوه الجيم، وضيعنا اكثر من فرصه، ولكن للاسف الشديد اتسرقنا في جول، لكن ما تقدر يعني خلاص مش تقدر تلوم اللعيبه، لان برضه بتلاعب تيم عنده امكانيات اكبر منك بكتير جدا وعنده قدرات كبيره جدا. لكن قدرنا حتى وانا خارج للامانه كابتن فتح الله وانا خارج بقول لي والله انت احسن مننا النهارده يعني، انتوا تستاهلوا عننا النهارده، ودي اشاده من مدرب محترم يعني طبعاً. وخصم كمان بتلعبه طبعاً. قبل المناصر ليك يعني، فهذا الحمد لله رب العالمين يعني. هرجع بس ماتش الاهلي تاني اتفضل برضه عشان ده في نص السكه. زي ما قلت لك هرجع له تاني يا كريم، ان 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 انت طلعت سيمي فاينل كاس مصر بطياره نادي انبي بقاله 8 سنين تقريبا ما راحش للمرحله دي في كاس صح. مصر ما راحش للبعد ده في كاس مصر. زاد الاحداث اللي كانت قبل الكاس حقيقتنا بقى ان احنا نوصل ما نوصلش الكلام ده كله، فبيتهيألي ان احنا قدرنا نوصل لمرحله جيده جدا مع نادي انبي وخلاص. الفكره بس في الاربع ماتشات، في اجمالي الاربع ماتشات عشان بس الناس، البدايات اللي انا النغمه اللي عارفها يا كابتن كريم اللي ارهقتني فعلا يعني. كل شويه البدايات مش احسن حاجه، انهي بدايات؟ انا عايز اعرف انهي بدايات؟ اهلي وبيراميدز داخليه مستحيل بطرد من ماتش الجيش. انهي بدايات؟ يعني انا عايز افهم انهي بدايات بالظبط؟ احنا لسه ما بدأناش اصلا، احنا لسه ما اشتغلناش اصلا، زائد الايقافات، زائد الناس ناسيه ان احنا عندنا ايقاف كده يا جماعه. زائد الناس ناسيه نقطه مهمه جدا ان انت بتلاعب ولاد اول مره في تاريخ نادي انبي من 30 لعيب عندك 19 لعيب كانوا مقيدين في قطاع ناشئين نادي انبي. ممتاز. دي اول مره تحصل في تاريخ نادي انبي من ساعه ما نادي انبي انشا. ممتاز. واخد بالك؟ احنا عندنا 3 لعيبه في المنتخب الاولمبي. 3 لعيبه عندنا في المنتخب الاولمبي، انا لما جيت نادي انبي كان في 2 لعيبه بس في المنتخب الاولمبي. احمد عيد وعماد ميهوب، والاثنين مش بتوعنا، الاثنين اعار. النهارده عندك 3 لعيبه جوه المنتخب الاولمبي بتوعنا احنا، بتوعنا اللي هم 2000 لا ده انت كابتن تامر كمان تقريبا كل يوم هنا زملاء الصحفيين اللي بيبقوا ضيوف معانا هنا كل شويه حد يقول لي محمد حمدي هيسيب انبي ويروح الاهلي او الزمالك، اوفا يعني هيسيب انبي يعني هيروح الاهلي والزمالك. ده بعد بقى تاني خالص يعني. طبعا انا عارف ان الاولاد طبعا من حقهم ان هم يبصوا على مستقبلهم ومن حقهم الكلام ده كله، فاكيد متاثرين برضه بالعروض اللي حواليهم. محمد حمدي
راح منتخب اول كمان وعن 2003 نادر النهارده بسم الله ما شاء الله حاجه جميله جدا في المنتخب الاولمبي. عندك احمد جمال الولد اللي قدمناه ماتش النادي الاهلي وكان اضافه جيده جدا والراجل بيتكلم عليه كلام كويس جدا وخده المنتخب الاولمبي وكل دول 2001 و2000. طب دول لما بتقعد معاهم يا كابتن تامر بتقول لهم ايه؟ يعني هما اكيد برضو بمنطق ابوي بمنطق مدرب اي منطق يجي يقول لك والله يا كابتن تامر طب انا عندي اهلي طب انا عندي زمالك طب انا عندي مش عارف ايه، انت زي ما تعرف تقنعه انه يبقى قاعد هنا وبينجح وبيشتغل ويتعب. والله والله يا كابتن كريم اقول لك على حاجه، موضوع حمدي ونادر دي خصوصيه شويه، ان احنا موضوع حمدي ونادر ان احنا باصين لهم ان شاء الله كاداره طبعا قبليه ان احنا باصين لهم ان احنا عايزين نروح يعني نحترف بره ونبقى يعني نقدر نساهم بشكل او اخر ان احنا نسر الكره المصريه بلعيبه تقدر ان هي تبقى محترفه في اوروبا وبشكل جيد، وهم الولاد بصراحه مؤهلين ان هم يوصلوا للبعد عظيم. ده ان شاء الله يعني عظيم. لكن اوفا اوفا طبعا الكلام مع اوفا كان بدايه الموسم جاله اكتر من عرض خارج مصر وداخل مصر وكلام بصراحه، اوفا يستاهل للامانه عشان اقول لك عمل سيزون هايل من ساعه ما جينا وهو شغال معانا كويس جدا، والولد بصراحه انا شايف ان هو من اللعيبه اللي كان محتاج فرصه في منتخب مصر في الفتره اللي قبل ما الموسم اللي فات يخلص كان محتاج الراجل يشوف اكتر من كده، وكان نفسي كنت اتمنى ان الراجل يبص عليه، لكن ان شاء الله الفرصه جايه وان شاء الله ممكن يروح ان شاء الله بعد كده المرحله اللي جايه. تتوقع هيكمل معاك لنهايه الموسم؟ والله يا كابتن كريم انت عندك معلومه بقى. عندي معلومه. هي اللي عندك على فكره غالبا. انا ما عنديش حاجه، انا ما عنديش حاجه، انا عندي لعيب انا عندي لعيب محترم، انا شايف انا شايف اوفا من الفراوده المهمين جدا 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 جوه الدوري المصري، وشايف الولد ده لما يبقى فت ويبقى جاهز ممكن بينقلنا نقله ثانيه ونقله مختلفه. طب كابتن تامر، كابتن تامر بصراحه كده في لحظه زعل، في لحظه زعل، هل قدمت استقالتك لاداره نادي انبي؟ انت عارف انا صريح وانا يعني انت عارف انا بحبك قد ايه ومش هقدر اكذب عليك، اكيد كان في خلاف بيني وبين الاستاذ ايمن، لكن برضه في الاول وفي الاخر ايمن الشريع بالنسبه لي انا على المستوى الشخصي راجل صاحب فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى، وانا دايما حاطط الموضوع ده قدامي وانا بتكلم معاه، ودايما حاطط الموضوع ده وفضل نادي انبي على الواحد بعد ربنا سبحانه وتعالى، وانا بتعامل مع نادي انبي زعلت شويه وتاثرت شويه واختلفنا شويه، لكن في الاول وفي الاخر الاخوات اصلا بيختلفوا، اي حد في الدنيا ممكن تختلف معاه ويكون حبيبك برضه، لكن الموده والحب والاحتراف دايما هم اللي ثابتين. اختلفنا وزعلت شويه، لكن في الاول وفي الاخر هيفضل برضه الراجل للامانه حبيبي، ودايما طول الوقت الراجل بصراحه داعمني ودعمني بصوره كويسه، وخلاص وحددنا وجهات النظر وكان اختلاف وجهات النظر، والحمد لله الامور عدت يعني على خير يعني. ومستمر مستمر مع انبي الفتره اللي جايه بشكل طبيعي ولا شيء مشاكل؟ لكن مستمر طبعا مع انبي، لان انا بالنسبه لي انا مش يعني انبي بالنسبه لي الموضوع مختلف شويه، لان انا بدور على فعلا المشروع ده، وده اللي خلاني اكمل مع انبي ان عايزين نعمل جيل لنادي انبي، وده اللي احنا قلناه اللي كنت حضرتك قلته معايا مع نهايه الموسم الماضي لما قلت لي انا عايز اكمل مع انبي مشروع، انا حتى لو جالي عروض اخرى انا عايز اكمل مع انبي. دي حقيقه، دي حقيقه، لان فعلا فعلا انا حاسس ان انت في بيتك بتعمل في بيتك بتعمل بمنتهى الاحترام ومنتهى الود، لكن هي الفكره الناس دايما رابطه السنه اللي فاتت بالسنه دي والوضع مختلف تماما تماما، لان في حاجه اسمها جاهزيه وفي حاجه اسمها اصابات وفي حاجه اسمها ناس لسه محتاجه شويه وقت وفي حاجه اسمها توفيق وطبعا حاجات كتير جدا غايبه عننا في الاول، لكن نقدر نلمها تاني وبسرعه ان شاء الله ونتحط على التراك تاني ان شاء الله ونبقى شغالين بصوره كويسه. لكن اللي عايز اقوله بس النادي انبي بالنسبه لي انا بالنسبه على المستوى الشخصي طبعا انا بحب نادي انبي جدا وبحترمه جدا، ومهما اختلفت مع نادي انبي هتفضل برضو الخلافات جوه البيت مش هتخرج بره، عشان احتراما لنادي انبي وتقديرا للناس اللي شغاله في نادي انبي واللي ما شفتش منه غير كل خير بصراحه، برغم الاختلاف وبرغم يعني ان احنا كان عندنا مشكله، لكن الحمد لله رب العالمين عدت على خير يعني الحمد لله. انا اتمنى لك كل التوفيق دايما يا كابتن تامر، كابتن تامر مصطفى المدير الفني لفريق انبي، واحد من الشخصيات والمدربين المحترمين جدا جدا على المستوى الاخلاقي وعلى المستوى الفني في الكره المصريه. طيب قلت لكم انا الحكايه بتاعت اسامه جلال، خلاص مش هعيدها لكم تاني بقى، عشان اسامه جلال ما بين الاثنين يعني هيروح او مش هيروح النادي الاهلي، بس الاقرب انه هيروح للنادي الاهلي الاقرب يعني. ماشي، ثنائي دفاع الشباب بالنادي الاهلي عبد الرحمن رشدان ومعتز محمد تم الاشاده بهما كثيرا امام مارسيل كولر في الفتره الاخيره، وجهاز معاون او كلجنه تخطيط بيقولوا له
شوف الاثنين واشتغل مع الاثنين. ومارسيل كولر رحب بالامر وطلب من جهازه المعاون انه يجهز الثنائي ويتابع مستواهم خلال فتره الاختبارات الفتره القادمه. ده في اطار طبعا بديل البحث عن بديل او البحث عن لاعب يحل محل محمد عبد المنعم في حاله رحيله في يناير القادم بعد كاس الامم الافريقيه. طيب قلت لكم امبارح ان الاهلي عايز جماهيره بالكامل في مباراه العوده امام سيمبا التنزاني، وكان معايا نائب رئيس نادي سيمبا من شويه وقال لي ان مباراه يوم الجمعه اللي في تنزانيا هيكون حاضره 57,000 مشجع. النادي الاهلي بحسب الدكتور سعد الشلبي مدير النادي اكد لينا في رقم 10 ان النادي الاهلي طلب حضور 50,000 مشجع لمباراه سيمبا يوم 24 اكتوبر، مباراه العوده على استاد القاهره الدولي في اياب ربع نهائي الدوري الافريقي. 50,000 مشجع النادي الاهلي طلبهم اليوم لحضور هذه المواجهه مباراه العوده امام سيمبا. يبدو انه الزمالك ينتظروا صفقة كبيرة في يناير القادم. الصفقة الكبيرة عشان اسم كبير، الاسم الكبير هو طارق حامد لاعب الضمك السعودي الحالي، رحب بفكرة العودة لصفوف نادي الزمالك مرة أخرى في يناير اللي جاي بعد ما حاول بعض المقربين ان هم يجسوا نبضه ويسألوه هل جاهز ترجع لنادي الزمالك؟ قال لهم انا عايز ارجع، احب ارجع نادي الزمالك بما ان الظروف اختلفت فوارد جدا تشوف طارق حامد بقميص نادي الزمالك مره اخرى في يناير القادم. مازال طارق حامد يؤدي بشكل رائع جدا، مازال مهم المنتخب مصر ومهم في الدوري السعودي، لعيب كبير يعني. نادي الزمالك كمان في اطار انه بيظبط اوراقه قرر انه يجدد عقد محمود علاء مدافع الفريق. عقد محمود علاء ينتهي بنهايه الموسم الجاري، وبالتالي هو عايز قبل يناير يكون مخلص امور اللاعب ويكون ضامن ان محمود علاء مكمل مع الفريق. كمان مصدر في نادي البنك الاهلي قال لنا في رقم 10 ان ناصر منسي لاعب الفريق السابق ومهاجم الزمالك الحالي طلب من نادي البنك الاهلي استعادته من الزمالك مره اخرى في فتره الانتقالات الشتويه القادمه. وبحسب مصدرنا يعني في البنك الاهلي، فالبنك الاهلي بيفاتح الزمالك من قرابه الشهر سابق وحتى شهر يناير القادم هيفضلوا يتفاوضوا مع نادي الزمالك لاستعاده ناصر منسي اللي كان حظه وحش مع نادي الزمالك في هذه الظروف وبطريقه لعب اوسوريو، اللي كمان واضح ان اوسوريو مش مقتنع بناصر منسي بشكل كبير. واضح على فكره ناصر منسي مهاجم محترم جدا يعني، بس انا دايما بحترم وجهات النظر بتاعت المدربين. يعني انت ممكن مثلا اللاعب ده يكون البروفايل بتاعه مهاجم صندوق بيعرف ياخد الكرات اللي على الارض بس ما بياخدش الكرات العاليه، وانا راجل بحب، انا كمدرب عايز واحد اللي بياخد الكرات العاليه او عايز مهاجم سريع. يعني المهاجمين دول تحديدا انواع تمام، المدرب بقى بيختار النوع اللي هو عايزه وبيحبه. ده مش معناه انه الانواع ديت في نوع حلو ونوع وحش، كلهم حلوين بحسب طريقه عمل المدرب. فانا لا شايف انه اوسوريو ظالم ناصر منسي، ولا شايف انه ناصر منسي في قراره انه عايز يمشي من النادي الزمالك عشان ياخد فرصه تاني برضه ده قرار خاطئ. الاثنين او يعني النادي كمدير فني واللاعب كلاعب كان لاعب جيد جدا مع البنك الاهلي، كل واحد من حقه يفكر في مصلحته بالشكل اللي ما يدورش بيه التاني. احنا مستمرين مع حضراتكم فيما هو يخص انتخابات نادي الزمالك. قلت لكم امبارح هنتكلم شويه عن انتخابات الزمالك الكبير العظيم، مهم دائما وابدا نتحدث عن كل تفاصيل العمليه الانتخابيه. واحد من المرشحين الكبار في هذه العمليه الانتخابيه هو الكابتن هشام نصر المرشح على منصب نائب رئيس نادي الزمالك، هيكون ضيفي هنا في رقم 10 بعد الفاصل. خليكم اهلا بحضراتكم مرة أخرى، شرفني وينورني في هذه الفقرة ضيف عزيز غالي. قبل ما أتكلم عنه عايز أتكلم الأول عن نادي الزمالك. الزمالك الآن في أصعب مرحلة ممكنة
فأي واحد خد أصلا قرار الترشح لانتخابات نادي الزمالك زي ما قلت لكم امبارح هو في الأصل خد لقب البطولة. أنت بطل، أنت جاي تشتغل دلوقتي أو عايز تشتغل دلوقتي في الظروف الصعبة دي، فأنت بطل لحين ما ربنا يكرمك وتبقى موجود في المجلس وتورينا البطولة الحقيقية أنك تحل كثير من مشاكل الزمالك الصعبة جدا جدا. شرفني ونورني واحد من أهم المرشحين على منصب نائب رئيس نادي الزمالك المهندس هشام نصر، واحد من الأسماء الرياضية الكبيرة في مصر عموما ومن الأسماء الكبيرة بالتأكيد في نادي الزمالك. يا فندم مشرف ومنور حقيقي، سعيد بتواجدك معايا النهارده. اهلا وسهلا يا كريم، انا اللي بتشرف ان انا اكون موجود معاك النهارده. انا المقدمه بتاعتي ديت هي اللي هبدا بيها. مهمه شاقه، يعني انا بتخيل نفسي واحد من ابناء نادي الزمالك وعايز اساعد نادي الزمالك. هتردد كثيرا كثيرا قبل ما اخد قرار الترشح لانتخابات نادي الزمالك في الوقت الحالي. اقول ايه؟ اقول ما تستنى لما تبقى الظروف احسن من كده وابقى انزل خد الفرصه في وقت الطف من كده. ازاي خدت القرار ده دلوقتي في الظروف الصعبه دي؟ أنا بصراحة بصفة عامة الرياضة حاجة ممتعة ليا جدا، أنا بحب الرياضة جدا، والحمد لله الواحد بقى عنده خبرات كتيرة في الإدارة الرياضية، مش رؤية بس وخلاص، لا اوريدي بقت تجارب احنا خضناها والحمد لله حققنا فيها نجاحات كبيرة جدا يعني. صحيح. ما بالك بقى لما بيتك بقى يكون فيه مشاكل كبيرة جدا وعندك شوية معوقات في الأماكن الأخرى يعني، فأكيد الواحد بيحب يرجع بيته ويسنده ويحاول يقوم بيه تاني. وأعتقد أن زي ما أنت تفضلت يعني أن اللي تقدموا للترشح هذه المرة التاريخ هيسجل أسمائهم بأحرف من نور يعني. صح. لأن كل الناس تعلم مدى الصعوبات اللي موجودة في نادي الزمالك، فلو نجحوا فعلا في استعادة اسمه وبريقه اللي ما زال موجود لكن في معاناة، هيفضل اسم نادي الزمالك هو نادي الزمالك مفيش خلاف، بس الزمالك يعني مش عايز اقول حتى مريض بس يعني تعبان شوية يعني. في شوية ألم، في شوية زعل، وفي شوية مشاكل مش قليلة محتاجة مجهود كبير وعظيم جدا. طيب، من الحاجات المهمة جدا انه منصب نائب رئيس النادي هو منصب كبير في أي نادي أو في أي مؤسسة، ولكن مهندس هشام نصر تعود على فكرة الرئيس يعني في كل المناصب اللي اشتغل عليها. ليه قررت طواعية أنك تبقى موجود في ترشح على منصب نائب وليس ترشح على منصب رئيس؟ بصراحة أسرة كرة اليد في نادي الزمالك أسرة مميزة ومتربية على أسلوب معين واحترامات معينة وإسكس معينة، قيم ومبادئ مهمة جدا في حياتنا ما زالت مستمرة معنا مهما كبرنا. أنا حتى مش من الانتخابات ديت، من الانتخابات اللي قبليها كان في كابتن حسين لبيب، ده كابتني أصلا في الهاندبول، وعندنا رموز كبيرة الدكتور كمال درويش والمهندس حسن صار والناس دول الكبار بتوعنا فعلا. فكان بينا قرار كده او تفاهم ان لو هو نزل الانتخابات انا هنزل معاه في القائمه بتاعته من الانتخابات اللي فاتت. عظيم. لما هو قعد مع كابتن احمد سليمان وكابتن احمد سليمان فضل ان هو اللي ينزل فحسين اعتذر، فانا نزلت مع كابتن احمد سليمان. لما جينا الانتخابات ديت التوافق معانا من بدري موجود، واحنا الاثنين الحمد لله متفاهمين وجاهزين ان احنا نخدم نادي الزمالك بسرعه. فحسين برضو قرر ان هو هينزل رئيس، فطبعا انا نزلت معاه نائب. قعدنا وكلمنا في اختيارات الاسماء لحد ما وصلنا للفورمال، وانا من النوع اللي بحب اذاكر الاول يعني. منصب الرئيس ده في نادي الزمالك حاجه كبيره جدا جدا يعني. طبعا. فانا بحب الاول اذاكر يعني، اخش المكان ابقى عارف الجنبات بتاعته ايه، الخبايا ايه. صح. المشاكل بالظبط. واعتقد ده اللي حصل معايا برضو في اتحاد الهندبول. انا كنت الاول عضو مجلس اداره، ولما بقيت رئيس اتحاد بترشيح الناس اللي حواليا قالوا لا انت ممكن تبقى رئيس الاتحاد، وتوكلت على الله والحمد لله ربنا كرمنا. اتمنى ان ده كمان يكرر في نادي الزمالك. يعني انت بتقول لي انه حتى لو انا نائب دلوقتي فهي خطوه مستقبلا ممكن ابقى رئيس نادي، بس انا لما اشوف طموح مشروع طبعاً. طموح طبعاً. مشروع يعني ما فيش خلاف. طيب، منصب النائب
في نادي الزمالك او المرشحين لمنصب النائب اكتر من اسم محترم واكتر من اسم كبير، والكلام في الكواليس او حتى مش كواليس صحفيا واعلاميا انه المنصب او المنافسه على منصب النائب هيبقى فيه منافسه كبيره جدا. اللي بيتفرج عليه دلوقتي جمهور الزمالك او حتى اعضاء الجمعيه العموميه اللي هم ليهم حق التصويت هيسالوا، هو انا ليه هختار المهندس هشام نصر في منصب النائب؟ هل فقط لانه في قائمه موحده ولا لان المهندس هشام نصر هيقدم 1 2 3 4؟ لا الحمد لله، يعني انا بقدم اوراق اعتمادي والسي في بتاعتي للجمعيه العموميه، وبس انا يعني برضو بقول ان الجماهير عامل مؤثر جدا طبعاً على الجمعيه العموميه يعني طبعا. فانا بقدم اوراق اعتمادي في مجالين، في المجال المهني انا مهندس انشائي عندي شركتي الخاصه، فبفهم في المقاولات وفي التصميمات، وخصوصا ان انا اشتغلت كمان في الهندسه الرياضيه. يعني ايه الهندسه الرياضيه؟ المنشات الرياضيه. كان كاس العالم 2021 اللي نظمناه، الدوله المصريه انشات ثلاث صالات جديده وجددت الصاله بتاعت استاد القاهره، كنت انا احد المشاركين في التصميمات بتاعت الصالات ديت، بل واشرفت كمان على التنفيذ، كنت على طول ايدي في ايديهم يعني. والحمد لله كان في صاله منهم انا كنت بعتبرها ابني الصغير يعني، اللي هي كانت في 6 اكتوبر، لانها ما هي الصاله عاديه، ده كومبلكس كده معمول نتاج السفريات اللي واحد سافرها والصالات اللي شفتها حوالين العالم والاهداف منها. الصاله دي فيها 3 ملاعب، فيها اوتيل، فيها اماكن مقر الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي او مكتب لوزير الرياضه، فيها اماكن يتعمل فيها بنوك، يتعمل فيها محلات بتاع، بحيث انا هدفي كان من المنظومه ديت ان اخرج من عباءه الدوله، وده هدف الدوله ان هي تصرف على نفسها طبعا. فهي بصراحة يعني أنا أدعو الجماهير كلها أنها تروح تتفرج على الصالة دي، حاجة كانت جميلة يعني. فالموديول ده أتمنى أن أنا أنفذ على نفس النمط ده الفرع الجديد أو الفروع الجديدة اللي إن شاء الله الواحد يعني بيخطط أن هي تتعمل فروع جديدة إن شاء الله. وده ملف طبعا، ده الناحية طبعا، هنرجع للفروع الجديدة بس لما حضرتك تسترسل. الناحية الأخرى ملف الإدارة الرياضية. حضرتك تعلم ان دلوقتي طبعا اي حاجة في الدنيا بدون إدارة منظمة، إدارة علمية مظبوطة، بيبقى يعني بتقول الى الفشل حتى وان حققت بعض النجاحات. صحيح. طيب لما انا بقدم نفسي ان انا اوريدي خدت هذه التجربة. يعني انا كنت في الاتحاد المصري لكرة اليد، حققنا نجاحات مالية، احنا استلمنا الاتحاد كان مديون حوالي 4 مليون جنيه، مديون سايبين الاتحاد وهو اغنى اتحاد في مصر حوالي 120 مليون جنيه فعلا بدون مبالغه. نجاحات فنيه، احنا فزنا بكاس العالم للناشئين بره مصر طبعا، وكاس العالم للشباب برونز بره مصر، وكسبنا تونس في تونس لاول مره في التاريخ، وتاهلنا للاولمبيك جيمز اللي خدنا فيها المركز الرابع. فنجاحات فنيه طبعا، نجاحات انشائيه برضو اللي لسه حكي لك عليها. فالحمد لله ده سي في تم يعني. صح. بقت الخبرات موجودة. مش بتكلم من فراغ ان انا هعمل او هشوف او هتعلم او هجرب او هتعلم، لا أو الحمد لله جربت. فدي اوراق اعتمادي للجمعية العمومية وللجماهير. هايل. أيوة. واحدة من الاسئلة اللي جمهور الزمالك قبل جمعيته العمومية كمان بتسألهم دايما، هو يا جماعه احنا بنسمع دايما عن فروع لنادي، احنا بقالنا سنين بنسمع انه في فرع في 6 اكتوبر لنادي الزمالك، عن فرع. ايه؟ عن فرع، مستنين فرع بقالهم سنين، مستنين فرع. ما انا هقول لك اهو، احنا بنسمع فرع 6 اكتوبر هو اول حاجه، بعد شويه لا ده كمان في استاد، بعد شويه في اصل مش عارف في نادي، مفيش اي حاجه. ايوه مفيش اي حاجه، حتى من منطق انه مفيش اي حاجه اللي هو طيب في طوبه اتحطت يعني، في طوبه حتى لو هنمشي ورا اي حد هيقول لنا كده. ناويين تعملوا ايه على القصه دي؟ وانت اكيد طبعا بالمنظور الاداري فاهم اهميه ان يبقى الزمالك عنده اكتر من فرع، ويا سلام لو عنده استاد كمان. نادي الزمالك فيه مشكله كبيره جدا يعني، محدش يعني عمل حسابها تماما. نادي الزمالك دلوقتي بقى فيه فوق 100,000 عضويه، ف
في متوسط العضويه حوالي 4 أشخاص، يعني 400,000 شخص في نفس المساحه. فالبديهي جدا ان انت قبل ما تقبل عضويات جديده ان انت لازم تتوسع، تفتتح فروع جديده. يعني هذا الكلام بقاله مش عارف 15 ولا 20 سنه، حاجه كبيره كده. المهم ما تنفذش منها حاجه. فكمان انت دلوقتي اصبحت مديون، يعني حتى الفلوس اللي كنت بتاخدها من الاعضاء راحت وبقيت مديون. طب هتعمل ازاي وانت في امس الحاجه؟ هنقول فرع، هتعمل ازاي فرع جديد؟ ففي طرق استثماريه كتيره. احنا دلوقتي ارض 6 اكتوبر وهي 3 أضعاف مساحه النادي الحالي. ممتاز. بطرق استثماريه مختلفه، حاجه مثلا على سبيل المثال البي او تي، او مثلا قرض البنك بضمان الارض. يعني في كذا طريقه لما نشوف. بس انا سمعت ان في تعاقد اوريدي اتعمل، مع ان انا الرسومات اللي يعني اللي وصلتني او شفتها بصراحه لا ما بقولش انها غلط، لكن لا تتماشى ولا يعني مش هي دي احتياجات النادي الزمالك في الوقت الحالي. مش ممكن تشرحها لي اكتر يا باشمهندس عشان يعني شويه سمعانا تبقى فاهمه؟ ماشي. انا في احد الرسومات، اصل في كذا رسمه اتعملت كان في ضمنهم استاد كامل جوه الارض. تكلفته كام حاليا؟ مثلا يعدي ال 2 مليار جنيه. انت اصلا مديون بمليار وشويه. طب هتجيب نزلك مديون بمليار وشويه؟ مليار دي حقيقه. بالمستندات وبالاوراق. لا ما هرجع تاني للملعب، معلش عشان في جمل كده ما بحبش اعديها. نادي الزمالك انتوا جايين دلوقتي، يعني لو هتيجوا ان شاء الله وربنا يكرمكم كمجموعه او حتى بعض الافراد منكم بقيتوا موجودين في نادي الزمالك، انت المفروض الاول تجيب لنادي الزمالك اللي هو المديون بيه مليار وشويه، ده غير بقى انت عايز تعمل انشاءات وتجيب لعيبه وتصرف مصاريف كتير قوي. هل الكلام ده منطقي؟ اي حد يقدر يعمله؟ اتفقنا ان الاداره اهم شيء. اولا هو المليار وشويه دول منهم جزء كبير جدا الضرايب. اولا علامه استفهام ان الضرايب دي ما كانتش بتدفع ليه لحد ما تراكمت ووصلت لارقام كبيره جدا. هيحصل تفاوض مع الدوله نفهم بالظبط ايه موضوع الضرايب، وانا متاكد ان هي هتتخفض بنسبه كبيره جدا. في مستحقات كبيره جدا للعاملين وللاعبين والموردين. الموضوع يعني في ديون كبيره جدا، غير الديون الخارجيه كمان، قصة الكرة القدم وكمية القضايا اللي هيقوم بيها طبعا الأستاذ عمرو أدهم أشطر واحد في الموضوع ده. كمية مديونات كبيرة قوي، لكن مفيش مشكلة، قصدي أي مشكلة ليها حل طبعا. المهم تفكر وتحلل المشكلة عندك وإيه، تحط الحلول المقترحة إيه أنسبها بالنسبة لإمكانياتك، وأهم حاجة الأولويات، أنت هتعمل إيه الأول وبعدين إيه. طيب زي موضوع استاد 6 اكتوبر ملعب النادي الفرع. الفرع اوكي تمام. خلاص احنا اتفقنا ان هو هيتعمل باحد الطرق الاستثماريه، ومش شرط يتعمل كله مره واحده، النادي كبير جدا فممكن مراحل. نفتتح جزء منه علشان نسحب الكثافه اللي موجوده ديت. ممتاز جدا. احنا كل الزملكاويه حلم ليهم ان هم يعملوا استاد، وان شاء الله هنعمل استاد. لكن هل في التوقيت الحالي اقدر اعمل استاد؟ ما اقدرش. طب هل اقدر اجيب ثمنه؟ انت عارف الاداره الرياضيه دلوقتي بقت عمليه التسويق فيها مهمه جدا. 100%. انت لو صرفت الفلوس ديت هتقدر تستعيدها في قد ايه؟ او فانا قلت ان لازم ناجل، مش هنعمله، ناجله او يتعمل على مراحل. استاد المنزه في تونس عباره عن شرايح، فانا ممكن اعمل جزء وبعدين اكبره. يعني في حلول مطروحه جدا بحيث ان انا ما اخسرش الارض بقى. هو في نقطه مهمه يا باشمهندس، انا عاجبني الصراحه دي، انه ما هو انت سهل دلوقتي وانت راجل بتقدم وكانك بتقدم برنامج انتخابي، لا انا ممكن اعمل، ممكن تطلع تقول انا هعمل 4 فروع لنادي الزمالك، وممكن اقول هعمل استاد واعمله استاد يبقى احسن من النادي الزمالك. والكلام سهل، بس ان انت بتقول دلوقتي دوت، يعني انت لو قلت دلوقتي انا هعمل استاد اول ما هنكسب هقول لك لا انتوا كده يا جماعه بتضحكوا عليا ليه؟ تمام. الزمالك مليان ديون ومشاكل كثيره جدا، فانت لو هتاخد خطوات وهي مراحل، يعني زي ما حضرتك قلت انه اي حد بيشتغل اداريا هو بيشتغل مراحل، انا المرحله دي هعدي نقطه معينه، المرحله اللي بعدها هعدي نقطه معينه، لكن الناس تطلع بقى تقول احنا هنعمل فرعين ثلاثه وهنعمل استاد وهنعمل الكلام ده، مش منطقي في الحاله اللي فيها دي في الحاله دي. بس انا موضوع ان انا ممكن اعمل فروع ثانيه في مدن
تانية يعني، ومش لازم يبقى بنفس المساحة الكبيرة أو ديت. نفس مديول بتاع وادي دجلة دلوقتي ما شاء الله عندهم فروع كتيرة جدا، اللي هي النوادي الصغيرة اللي تقدر تعملها في المدن الجديدة عشان يبقى ليك علاقة كويسة مع هيئة المجتمعات العمرانية والدولة أصلا، لأن أنا إن شاء الله على يقين أن الدولة المصرية هتقف جنب نادي الزمالك. مش معنى كده أن هي هتديله فلوس، لكن هتديله تسهيلات في تسديد الديون زي أي نادي. كل الأندية المصرية عليها ديون، بس المهم أنك تلتزم يعني اللي هتتفق عليه تدفعه. وكل اللي أنا عمال أقوله ده مش هيجي إلا بعد استعادة الصورة الذهنية لنادي الزمالك. حلوة دي، الاسم الكبير بتاع نادي الزمالك. هرجع على الصورة الذهنية بتاع نادي الزمالك عشان بس اروح فاصل، عشان دي تفصيلة مهمة جدا، وكنت بتكلم دايما على فكرة البراند ايمج بتاع نادي الزمالك. هو يعني حضرتك طبعا هتبقى اعلم بهذا، ان هو اللي يعرف يجيب فلوس، هو اللي يعرف يعمل تسويق، هو اللي يعرف يعمل تفاصيل كثيرة جدا. نواصل الحديث المهم جدا مع المهندس هشام نصر، مرشح لمنصب نائب رئيس نادي الزمالك، بعد هذا الفاصل. خليكم معنا. الحوار ده ممتع جدا، حوار عاقل كده وهادي، وفي تفاصيل كتيره مهمه، عشان كده انا كمذيع يعني مستمتع بيه، ومتاكد حضراتكم كمان مستمتعين بيه، مع المهندس هشام نصر المرشح على منصب نائب رئيس نادي الزمالك. الجمله الاخيره اللي قلناها قبل الفاصل، وهي فكره البراند ايمج او الصوره الذهنيه لنادي الزمالك كمنتج. يعني انا دايما حتى بقول انه الزمالك، او انا لو معايا منتج ببيعه ل 10,000 واحد هعرف اكسب منه فلوس، فده الزمالك اللي عنده ملايين المشجعين، فالمفروض الزمالك ده ابدا ما يبقاش عنده ازمات ماليه. ازاي بتشتغلوا او بتفكروا ان الصوره الذهنيه دي تتعدل او تتحسن الفتره اللي جايه، عشان يبدا الزمالك ما يخشش في كثير من الازمات الماليه زي ما بيحصل دلوقتي؟ هي دي قيمه القايمه الموحده، ان احنا عباره عن خليط من الاشخاص المحبين لنادي الزمالك، وكل واحد متخصص في جزء من المشاكل اللي موجودة. طبعا الأستاذ الكبير هاني شكري، ومعاه من تحت السن أحمد خالد، هما متخصصين في الريبراندينج بقى، أو البراندينج بتاع النادي. قعدت قاعدة بالمناسبة، مش لقاء تلفزيوني بالمناسبة يعني، أنا آسف للمقاطعة، مع أحمد خالد، وشفت شخصية هايلة، احترافية، شاب واعد جدا يعني. شاب هايل يعني، أنا آسف للمقاطعة بصراحة يعني. فدول هم اللي هيشتغل، لان بناء على اللي هيحصل ده هنبني حاجات كتير جدا. انت سهل انك تستعيد، لان نادي الزمالك اسم كبير كبير عليه شويه بس كده تروب. عاوزين نشيل ده، فبسرعه هيلمع جدا وجماهير هتخدمه. انا في احد اللقاءات كنت بأراهن على ريمونتادا رجال الاعمال ومحبين نادي الزمالك ومشجعين نادي الزمالك، الاسماء الكبيره والناس المحترمه اللي هتقدم يد العون بنادي الزمالك. مش لازم يبقى مادي، مش تبرعات، مش لازم مش لازم. أنا اللي عنده ميلك. اللي عنده فكره، اللي عنده تسهيله معينه في طريقه معينه، حاجات كتيره جدا نادي الزمالك هيرجع له الكلام ده بسرعه جدا. فدي اول حاجه احنا هنعتمد عليها. ممتاز. الريبراندنج لاسم نادي الزمالك دي نقطه مهمه جدا. هل في خطوات عملتوها يعني، مش هقول من دلوقتي، بس هل في بلان او خطه واضحه لهذا الامر؟ هل اتكلمتوا مع شركات؟ هل اتكلمتوا مع مؤسسات؟ هل اتحركتوا؟ انا متاكد ان انتوا لو هتستلموا المهمه بعد 3 ايام، انتوا يوم يعني لو هتستلموها يوم الجمعه هتبقوا عايزين يوم السبت معاكم فلوس كتيره جدا عشان تحلوا كل المشاكل دي. فانا اتصور ان انتوا على الاقل بتشتغلوا ولو فيربل يعني بشكل ودي، مش بقول بعقود يعني. صحيح. في الفتره الحاليه بتعملوا ايه؟ هاني شكري اوريدي صاحب اكبر شركه تسويق في الشرق الاوسط. هو الاونر السي او بتاعها يعني. طبعا. فبسهوله جدا الناس بتثق فيه، هو مش لسه جديد يعني. فهو الاول بس هيعمل عمليه التلميع والتسويق و و و وهنقدر نجيب بقى بناء على ده الرعاه. صدقني كل الناس دي معاها ملفات اوريدي هي مذاكراها وجاهزه للانطلاق. حلو. ما دي ميزه بقى الايه، القايمه الموحده، كل واحد معاه ملف يقدر يشتغل فيه على طول. خليتني افكر في حاجه دلوقتي تقلق وتبسط يعني اتنين يعني، مش عارف دلوقتي. مهندس هشام نصر معاه ملف مهم جدا، استاذ هاني شكري معاه ملف مهم، احمد خالد معاه ملف مهم، استاذ هاني برزي معاه ملف مهم جدا، وزي ما انت قلت دي ميزه القايمه الموحده ان كل واحد هيبقى معاه ملف معين. طب لو في ناس من القائمه دي اللي معاهم ملفات مهمه زي دي
ما بقوش موجودين في القائمة، الانتخابات ما وفقتهمش وجمت ناس تانية، هل هيحصل هنا خلل؟ هل هيحصل هنا مشكلة؟ هل هتحصل هنا أزمة؟ ولا الناس دي بما فيهم حضرتك لو لم توفق هتبقوا شغالين من بره بشكل طبيعي جدا؟ كل الناس اللي في القائمة دي رجال أعمال وأصحاب فكر وإدارة ناجحين أوريدي. الناس اللي بتوصل لهذا المستوى في النجاحات ديت وفي إدارة حجم مؤسسات كبيرة جدا بيبقى عندها من سعة الأفق وسعة الصدر إن هي تستقبل وتحتضن أي حد طالما هو معاك في نفس الاتجاه. النجاحات أنا ما بقولش إن القائمة الموحدة فرض، لكن هي الأفضل الأسرع الأهدى اللي تقدر على طول بيها تنطلق. فهم. صح؟ صحيح. بدل ما يجي حد من بره كلهم ناس كويسين، لكن قد نختلف فكريا وكل واحد يتمسك بفكرته أو رؤيته، على بال ما الناس تتفق هتاخد شوية. صحيح. وقد لا تتفق. صحيح. لا أنا اللي صح، أنا المفروض كلامي اللي يمشي وهكذا. صحيح. فإحنا عايزين نتفادى بقى الكلام ده، وياريت يعني أتمنى النجاح للقائمة الكاملة. طيب. إن شاء الله. حتى في القائمة الكاملة بعض الناس بتقول الجملة دي وهقولها لحضرتك يعني بصراحة شديد. اتفضل. يقولك هي قائمة شكلها حلو، شكلها فيها أسماء كويسة وعظيم، بس إحنا تعودنا على نادي الزمالك حتى في قوائم كانت بتخش مع بعض إن هي بعد شوية 6-7 شهور بالكتير وتلاقي في خلافات من جوه بتحصل، والخلافات كمان بتطلع للعلن. هل انت حاسس ان القائمه دي هتكون بلا خلافات، على الاقل بلا خلافات للعلن؟ في فرق كبير جدا بين الخلاف والاختلاف. تمام. الخلاف سهل ان هو يتحل على الترابيزه طالما في احترام وفي التزام بطرق الحوار وفي سعه افق ومرونه في التفاهم. اعتقد ده متوفر بسهوله جدا في المجموعه اللي في القائمه الموحده، بحيث ان حصل اي خلاف هنقعد نتناقش. لان انا شخصيا خدت التجربه ديت في اتحاد الهاندبول، وما بعمري ما قلت ان انا حققت النجاحات دي لوحدي اطلاقا. صحيح. والشاطر والقوي هو قوي بالاقوياء اللي معاه. يعني انا ببقى انا مش محاسب شاطر لما يبقى معايا امين صندوق زي مؤمن صفا، يعني صديقي ومن اشطر امناء الصندوق اللي جت في مصر، وسبب من اسباب ما شاء الله التضخم الكبير اللي حصل، يبقى هو بيفهم في الحته دي. بس هل معنى كده ان انا ماليش دعوه؟ لا، هو مميز عني في دي، ونقعد نتناقش، قد اقول له نصيحه او فكره هو يستفيد منها. ممتاز. وبالتالي الكل لحد ما نطلع بحل يفيد المجموعه كلها. عشان كده النجاحات اتحققت في اتحاد الهاندبول، النية كانت كويسة جدا، بنحب بعض جدا، كلنا قدامنا هدف واحد وفي انكار ذات. اعتقد ده ان شاء الله موجود في القائمة دي، وجربونا. طيب، واحد من الاسماء الكبيرة في كرة اليد هو الكابتن حسين لبيب، وحضرتك واحد من الاسماء الكبيرة في كرة اليد المهندس هشام نصر، رئيس نادي ونائب رئيس نادي. انا بحب احاول ابص للمستقبل، يعني مع اول مشكله لفريق الكوره في نادي الزمالك، اي نتائج اي ازمه، ما هو يا جماعه ما هو رئيسنا بتاع كره يد ونائب الرئيس النادي بتاع كره يد، ومحدش فاهم في الكوره بتاعتنا، واحنا اللي بنلعب كره قدم ومحدش عارف عنها حاجه، هتتعاملوا ازاي مع ملف كره القدم؟ وانا فاهم طبعا، انا بقول لك الكلام بتاع الجمهور وانا متاكد ان هو جاهز للاجابه. هتتعاملوا ازاي مع ملف كره القدم؟ طبعا ان هو نادي الزمالك في الاصل البدايه والنهايه كره قدم، وفي النص حاجات عظيمه كثيره. هتعاملوا ازاي مع ملف كرة القدم؟ هو انا اللي هنزل العب؟ مش انا. صحيح. صح. هو رئيس ريال مدريد ولا برشلونه ولا بايرن ميونخ ولا الفرقه دي؟ مش لعيبه كوره، ريال مدريد برشلونه. صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. احنا انتقلنا من مرحله لاعب كره يد، لاعب فولي، لاعب كره قدم، انتقلنا بقى من المرحله دي، خلصت. خلاص التاريخ سجل ان ده كان سوبر ستار في لعبته. صحيح. وده كان اعظم هداف في الدنيا. اتقفلت واتكتب التاريخ ده. احنا دلوقتي في مرحله الاداره الرياضيه. الاداره الرياضيه. حلو. انت هتدير المنظومه دي ازاي، واخطرها واكبرها هي كره القدم. صحيح. احنا معانا ناس بتوع كره قدم على فكره. في القائمه طبعا.
يعني كابتن احمد سليمان، كابتن حسين السيد، المهندس هاني برزي، كل المجموعه دي، محمد طارق، كل دول بتوع كره قدم، رامي نصوحي في تحت السن، كل دول لعبوا كره قدم في نادي الزمالك صحيح، او في انديه اخرى، او يعني هم بتوع كره قدم. طب ما احنا معانا ناس بتاعه كره قدم اهي، لكن الشرط الاهم من ان هو كان بيلعب كره قدم ان هو يعرف يدير هذه المنظومه. هي بقت منظومه يا جماعه، هو الموضوع بقى علم، مش فرقه كوره، مش فرقه كوره، مش هنزل العب كوره. لا لا، مو معايا ناس وهنستعين. احنا مش احنا بس، نادي الزمالك محتاج الجمعيه العموميه بتاعته تشتغل في نادي الزمالك، ممتاز، عشان يقوم. مش احنا بس، وهيتعمل لجان وهيتعمل تخصصات مختلفه، والباب مفتوح لاي فكره قبل للتنفيذ لنادي الزمالك. هقول لحضرتك حدث يعني حصل معايا دايما بقوله. انت عارف ايام الانتخابات تبقى المراسلات كتير جدا طبعا. فلما بيبقى عندي وقت بتبص على كل ده، فلقيت واحد مصر ان انا يعني يبعت لي وان انا ارد عليه، ففعلا رديت عليه، قال لي انا عندي شويه افكار وبتاع وعايز يعني اجي اعرضها عليك وبتاع مش عارف ايه. قلت له طيب، قال لي مش هاخد منك وقت كتير، نص ساعه بالكتير اقول لك. قلت له اتفضل. تخيل لقيته جاي منين؟ من اسكندريه. جاي من اسكندريه عشان يعرض عليك فكره نص ساعه فكره. وفعلا كان يعني هو كان متمسك، كان شبهها اتعرض عليا، لكن هو كان محترفها، عاملها لما مقفلها تمام. فقلت له ارجوك سواء انا موجود او مش موجود لازم الفكره دي تعرضها على مجلس الاداره الموجود. قال لي الفكره دي بقى لها سنتين معايا، بس اسف ما كنتش اقدر اروح اقدمها يعني قبل كده. والفكره كانت معايا فكره ديجيتال، حاجه ديجيتال، حاجه ديجيتال يعني حاجه انا بضرب لك ازاي الزمالك يستفيد منها يعني. ايوه ماليا أيوة يعني ايوه يعني الناس جاهزه والناس عايزه تساعد النادي، المهم انت يبقى منفتح لان تسمع الناس، منفتح وجاهز انك تسمع الناس كلها. وانا بقول لك في رومنتادا هتحصل ان شاء الله. الحاجات المهمه كنت بتكلم فيها برضو مع بعض الزملاء الصحفيين من كام يوم، كانوا بيكلموني على فكرة أحمد فتوح وزيزو واللعيبة المهمة في نادي الزمالك، واختلفت معاهم أنه الزمالك ممكن يضطر يدي الفتوح اللي هو عايزه، عشان احنا دلوقتي في مرحلة انتخابية، ما ينفعش مجلس إدارة يجي أول ما يجي يبقى فيه نجوم من الفريق مشوا من عنده، فممكن يبقى فتوح في اللحظة دي أو زيزو أو أي لاعب بيساوم أو مش بيساوم بيطلب طلبات كبيرة ياخدها دلوقتي، هي فرصته انه ياخدها دلوقتي، عشان انا لو داخل مجلس اداره جديد مش عايز يتقال عليا ده انا اول ما جيت نجوم الفريق مشوا. هتعاملوا ازاي؟ همشي ملف بملف، تحديدا مع ملف احمد فتوح. احمد فتوح لعيب كبير جدا وابن نادي الزمالك، ونادي الزمالك كمجلس اداره او اعضائه او جماهيره عايزين احمد فتوح. هايل. واطمنك ان احنا قريبين جدا يعني خلاص الموضوع، مش احنا خارج التفاوض لكن الزمالك. القائمين لكن نادي الزمالك عايز احمد فتوح وهو بيحب الزمالك. لكن نادي الزمالك نادي كبير جدا وهو اللي بيعمل اسم اللعيب، مش اللعيب بيبقى اكبر من نادي الزمالك. واعتقد ان فتوح مش هيبقى متعنت قدام الناس اللي عملت اسمه والنادي اللي كبر اسمه والناس اللي بتحبه و و و والتجارب عديدة. يعني التاريخ لا يرحم، التاريخ بيقول دايما الحقيقة. بس لعيبة كتير مهمين سواء في الزمالك او في اي نادي بيقوا بيتفاوضوا وبيقولوا انا بحب النادي وقريب من النادي، وانت اكيد عشت ده كلنا عايشينه يعني. صحيح. وفي الاخر انا بقول ان السبب في الموضوع ده هي الإدارة. بمعنى ايه؟ طول ما انا عندي لعيب او اتنين هم التوب بس في الفرقه، طول ما هيعملوا معاك كده. برافو. صح. الفريق القوي اللي الدكه بتاعته الاحتياطي، مش عايز اسميها الاحتياطي، البدائل، صحيح، على نفس مستوى اللي في الملعب، صحيح، يوم ما يقدرش يتعمل عليا. صحيح. صحيح. لكن انا لما يبقى عندي اتنين تلاته بس هم حقه بقى ان هو يطلب ومش عارف ايه و لكن نادي الزمالك لا ينضب.
هيطلع غيره واحد واثنين وعشرة وعشرين. احنا بنحافظ على اولادنا، بنديهم حقوقهم وزيادة، وحتى لو حبوا شوية زيادة اهلا وسهلا، لكن ما يعني ما تزودهاش. ايوه تزود اقولها انا بالظبط. بس انا اطمنك واطمن الجمهور، الموضوع قريب جدا ان شاء الله بنفتحوا نادي الزمالك، الموضوع بيخلص. طيب زيزو، وده سؤال بطرحه دايما على كل من هو قريب من نادي الزمالك، يعني زيزو لو انت راجل، وانت راجل اداريا راجل ناجح جدا، وجاي لك عرض قال لك والله انا عايز اشتري منك زيزو ب 10 مليون دولار مثلا، يعني على رقم يعني متوسط، ممكن انت بشكل اداري تقول والله ال 10 مليون دولار دول ممكن يعملوا 1 2 3 4 واسدد هنا حاجه واشتري هنا حاجه واعمل هنا حاجه، فتبقى القيمه كويسه. ده بمنطق مين الاداري؟ منطق ال الراجل الزملكاوي يقول لك لا انا لو بعت زيزو دي الدنيا تقوم عليا حتى لو ب 100 مليون دولار. انت هنا بقى في موقف زي ده ما بين الطبيعه المهنيه الاداريه الناجحه عندك جدا وبين الطبيعه الجماهيريه والوقت والظروف، تتعامل ازاي في موقف زي ده؟ انا هشبهها لك بالهندسه. يا ريت. بيبقى اي مبنى في الدنيا في حاجه اسمها الكور. الأعمدة الأساسية اللي ببني عليها بقية المبنى. ممتاز. تمام؟ صحيح. ففي زيزو وفتوح من الأعمدة الأساسية دي. لو أنا بعتها المبنى يقع، يبقى ضعيف، يبقى تحصل مشكلة. أقدر أبيع زيزو لو أنا عندي البدايل القوية المحترمة واحد واثنين وثلاثة، يوم أقدر أطلع واحد من دول أستفيد بيه. ممتاز. لكن ما جيش أشيل العمود الأساسي بتاع العمارة، ما ينفعش طبعا كل حاجة تبوظ. يبقى إذن أهم من القرار توقيت القرار. هيل. يعني أنت ممكن تاخد قرار بيبيع زيزو فعلا، بس ممكن تبيعه في اخر السنه تقول انت ظبطت الفرقه كلها، او كمان سنه سنتين مثلا لما يخلص. ودي من الاخطاء اللي حصلت قبل كده. يعني مش معقوله بقى كسبان الدوري سنتين وعندي قوام ممتاز ممتاز. صحيح. بتاع فريق. صحيح. بدل ما ازود عليه واشوف ايه النواقص، اغير فيه تقريبا 11 لاعب تقريبا ومشي يعني، ومشي تقريبا معظم المهمين يعني، معظم الاعمال اللي كنت تقول عليها دلوقتي ده بالظبط، يعني الشرح اللي انت شرحته ده كله حصل فعلا، وده اللي حصل. وده اللي حصل ان انت الاعمال الاساسيه فهديت الباب بدون ما تقصد يعني. بالظبط. او تقصد. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل، نواصل مع المهندس هشام نصر مرشح منصب نائب رئيس نادي الزمالك، خليكم معنا. هستغل فرصة ان المهندس هشام نصر معايا وهسأل السؤال اللي ما سألتوش لأي مرشح، هسأله لأول مرة، استغل هذا الهدوء والذكاء في الردود. علاقة نادي الزمالك بجيرانهم، بالأندية الأخرى، بالاتحادات، بكل ما هو له علاقة بالرياضة، كان فيها توتر كبير الفترات الماضية. وعشان أبقى أكثر وضوحا يعني، علاقة نادي الزمالك بالنادي الأهلي أكبر ناديين في مصر، الحكايه دي انتوا بتفكروا فيها ازاي ان العلاقه تبقى جيده بين اكبر ناديين في مصر؟ ترجع تاني للعلاقه الطبيعيه بالمناسبه، مش العلاقه الغريبه يعني، ترجع تاني للعلاقه الطبيعيه دي، بتفكروا فيها ازاي؟ عشان دي نقطه مهمه انا متصور كمان ليها علاقه بفكره الريبراندنج اللي بيتفكروا فيها كانت زمان. ما فيش شك ان احنا نتمنى يعني ان العلاقه تبقى طبيعيه ومتبادله بالاحترام وبال احنا اولا واخيرا اسمها رياضه. ايوه. ده انت لما بتقول لحد خلي روحك رياضيه، يعني يبقى اسلوب التعامل في احترام متبادل بين الطرفين، اهلا وسهلا. هو انت تكره ان يبقى عندك في مصر، مش هقول اهلي وزمالك، لا اهلي وزمالك واسماعيلي واتحاد، خمس ست فرق عظماء في الرياضه طبعا. وانت بتصدر صوره للدول العالميه والعربيه والافريقيه ان الرياضه في مصر حاجه محترمه. انت بتمثل الدوله المصريه، فاكيد تحسين العلاقه مع كل الانديه دي امر مفروغ منه. احنا كلنا زينا زي بعض. كلنا بنمارس الرياضه، كلنا عندنا بطولات. يلا بقى نتعامل كويس علشان نقدم صوره كويسه للرياضه المصريه. انت لما بتكون انت محترم بتفرض على قدامك الاحترام. ايوه.
بتفرض احترامك على الاتحادات ان هي ما تلعبش بيك وتبقى حازم وقوي وواضح. على فكرة فرق كبير قوي انك تبقى قوي وحازم في قراراتك وفي كلامك بين انك تبقى انا اسف قليل المهم يعني تسيء الادب لبعض الناس بالظبط كده يعني. فاحنا ان شاء الله ان شاء الله هنصدر الصورة ديت عن نادي الزمالك اللي هي اصلا موجودة فدي بالنسبة لنا دي ألف به تعامل إن شاء الله. أنت قلت نقطة مهمة جدا إنه ودي في منتهى أنا بحب أكرر الكلام المهم يا جماعة لو تسمحوا إنه قال لك إنه ممكن تبقى شخصية قوية وحازمة وفي حقوق نادي الزمالك بس دون إساءة لأحد. ده أنا فهمت صح كده؟ مظبوط صح؟ مظبوط. اللي هو مش لازم يبقى فيه إساءة، الناس أحيانا تربط ما بين القوة بالإساءة إنه لازم تسيء لأحد عشان يقول لك إيه ده جامد جدا. كنت دايما في اتحاد الهاندبول لما بيبقى فيه مشكلة مع أي فريق مع أي درجة من درجات أقول له ما تصدر ليش المشكلة فقط لو أنت عندك فكر قول لي المشكلة وارد علي حلول وتعالى نتناقش مع بعض لكن أنت عندك مشكلة تروح جاي مهاجمني وشتمني ومش عارف إيه وبس هو أنت كده خدت حاجة استفدت حاجة لا بل بالعكس بقى أنا هعند معاك. لازم الاحترام والفكر يبقى متبادل انت اللي عندك المشكلة صح وشايف ان الحق بتاعها وطريقة الحل بتاعها يبقى بالطريقة الفلانية دي تعال يا اخي نتناقش قول لي ان دي ممكن اعملك ده نفس الاسلوب اللي ان شاء الله نتعامل بيه مع الاتحادات بصفة عامة. ممتاز جدا. انت عندك مشكلة انا مش عاجبني القرار ده طب نعمل ايه عندي مشكلة في التحكيم طب يا جماعة ممكن تجيبوا حكام أجانب ممكن تجيبوا حكام أجانب يبقوا مديول للحكام بتوعك تجيب لهم حد يدربهم كويس ويشرف عليهم كويس يكون فعلا على مستوى كويس محاضرات يعني تقول له الحل صح ما تقولوش انا مش عايز الحكام ايه الحكام والحكم ده وحش هتقولنا حكام أجانب والمستوى ومش عارف ايه لا لو ما صدلكش المشكلة وخلاص احنا ان شاء الله ان شاء الله هنساعد على تطوير الرياضة المصرية. حلوة الجملة دي طبعا حلوة الجملة دي ويعني هو انا بس كان فاضل لي دقيقة كنت اخد بس كنت عايز اختم بيه بس هاخد برضو الدقيقة معلش فرصة الزمالك الفترة اللي جاية كلها جماهير الزمالك عايزة تاخد بطولات في كل الالعاب كرة اليد بعدت شوية الفترة اللي فاتت بسبب ظروف صعبة في ايقاف قيد وشوية مشاكل كرة القدم الناس مش متوسمة خير انه يعمل حاجة فريق كرة القدم السنة دي تقول ايه الجماهير الزمالك اللي قلقانة من كل الالعاب الرياضية تقريبا السنة دي اعادة البناء ستكون سريعة جدا الارض خصبة في نادي الزمالك محتاجين شوية تنظيم في حاجات كتير فنية ومالية وملاعبية وحاجات كتيرة كده يعني بس رتمها هيبقى سريع ان شاء الله بطمنكم بس انتوا اصبروا علينا شوية مش مع اول كرة في العرضة أيوة يبقى ده احنا مجلس مش عارف ايه وبتاع أيوة هم عارفين وفاهمين بس بنطلب شويه صبر ان شاء الله كده يعني وهيلمسوا هم النتائج دي بسرعه ان شاء الله. باشمهندس هشام انت شرفت ونورت اتمنى لك يا رب كل التوفيق في انتخابات نادي الزمالك انت وكل المرشحين المحترمين اللي موجودين حاليا في نادي الزمالك انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا على استضافتك يا اشكرك شكرا. ده كان ختام لقائنا مع المهندس هشام نصر مرشح على منصب نائب رئيس نادي الزمالك وايضا ختام حلقتنا النهارده من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معنا اشوفكم يا رب على ألف